الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الناس طبعا تشاهد وتسمع الإساءة المتكررة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما هو الموقف الشرعي للمسلم وكيف يتصرف حيال ذلك؟ أولا، نعلم إن الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست أمرا جديدا، بل كان الكفار والمشركون يسيئون إليه صلى الله عليه وسلم وهو حي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقولون عنه ساحر وكاذب وكاهن إلى غيرها من الإساءات والألفاظ السيئة التي لا تليق بجنابه صلى الله عليه وسلم. لكن ربنا سبحانه وتعالى أمره بالصبر، فقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. بل والأنبياء جميعا قبله عليه الصلاة والسلام، جميعا عليهم الصلاة والسلام أسيء إليهم، عشان كده ربنا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. أي نبي من الأنبياء وأي رسول من الرسل كان عنده أعداء يسيئوا له ويسبوه، وحتى قوم نوح كان بيقولوا له: ما نراك إلا ما نرى، كان يقولوا له يعني يسخر منه إنه يصنع سفينة في الصحراء، لحد ما قال لهم كما قال تعالى: قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فربنا أمرهم جميعا بالصبر على هذه الإساءة، دي أول نقطة، فصبروا على ما أوذوا وكذبوا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى آتاهم بنصره، وانتصر الإسلام وانتصر جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فعلى المسلمين الصبر أولا، وعدم التصرفات الهوجاء الحمقاء. ما يجوز لمسلم يا جماعة، حتى لو رأيت أحد سب الإسلام أو طعن في الدين، ما يجوز لك أنت تمشي تغير بيدك تقتله أو تطبحه أو غيره، ده ما يجوز، لأنه ده مفسدته أعظم، ده بيكون فيه هلاك للمسلمين جميعا. والكفار الآن دارين فرصة، فرصة في الإسلام وفرصة في المسلمين. فرصة في الإسلام، يقولوا ده الإسلام أمر بذبح الناس، ده الإسلام أمر بالإرهاب، ده الإسلام أمر بتقتيل الأبرياء، فبيغشوا الناس الدارين يسلموا منهم ذاته، يخلوهم يسلموا، دي مفسدة عظيمة جدا. كذلك بيستبيحوا عرض الإسلام والمسلمين والمسلمات، زي ما الآن حاصل في فرنسا وحاصل في إيطاليا وحاصل في كثير من دول الكفر والإلحاد. فالإنسان ما يبقى سبب لمضرة غيره من المسلمين ولمضرة الإسلام ذاته. ولا يجوز إنك تغير بيدك، ما بيجوز، ده أمر إلى الحكام وإلى الحكومات، وأمر راجع إلى رفع راية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والجهاد مفتوح وقائم إلى قيام الساعة، لكن لا يجوز الجهاد إلا وراء حاكم مسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. ده الحكم الأول، ودي المسألة الأولى المهمة جدا جدا جدا. وأي إنسان يتصرف تصرف أهوج أو أحمق، أو يمشي يقتل له كافر بيده حتى لو القاتل ده مسلم، التصرف ده ما عنده علاقة بدين الإسلام، ولا عنده علاقة بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، بل منهج النبي عليه الصلاة والسلام كان الرحمة. ربنا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكان رحمة للعالمين، حتى بعض المفسرين قالوا للعالمين أي للكفار وللمسلمين، كان رحمة لهم، ده دين الإسلام. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، كيف ننصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعظم نصر للنبي عليه الصلاة والسلام إنك أنت وأنا نطبق شريعة النبي عليه الصلاة والسلام في أنفسنا أولا. وأهم شيء في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هي العقيدة، أو هو العقيدة والتوحيد، ده أهم شيء، ده النصر الحقيقي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، على الكفار وعلى البسب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المشركين واليهود والنصارى، ينصركم عليهم جميعا، وده وعد من الله ولا يخلف الله الميعاد، ويثبت أقدامكم. إذن كيف ننصر الله عشان ينصرنا؟ ننصر الله نطبق دينه،
وأساس الدين بتاع ربنا والدين الجبي والنبي عليه الصلاة والسلام العقيدة الصحيحة إنه الإنسان ما يشرك بالله. لا تعبد لك ضريح، لا تعبد لك قبة، لا تعبد لك فكي، لا تستغيث بالميت، بل تستغيث وتدعو الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وربنا سبحانه وتعالى قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالاستغاثة والدعاء والذبح والنذر ما يصرف لشيخ زي ما بيفعل الصوفية، يصرف لله سبحانه وتعالى. إذا حققنا ده أيها المسلمون نحن نصرنا الله ونصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم نصر، لأن التوحيد ده وعدم الإشراك ده حق الله عليك، وما في حاجة أنت بتنصر بها الله وتنصر بها رسوله زي ما إنك تحقق وتؤدي حق الله عليك اللي هو التوحيد وعدم الإشراك به. لا يمكن ناس عندهم قبب وأضرحة ويتبركوا بها، إذا دايرين المطر بدل ما يدعو الله يدعو زول الميت ويترك الله الحي الذي لا يموت. وربنا يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. وربنا سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة. وليه الكفار واليهود ديل كان فرنسا ولا غيرها ليه بيسبوا الرسول؟ ما ده سؤال. ليه السبب شنو؟ شنو الغايظهم في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما غايظهم شكله يا جماعة، ولا غايظهم قبيلته، ولا غايظهم نسبه، غايظهم العقيدة والتوحيد الجبي والرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الرسول قال لهم الله واحد، واليهود قالوا عزير ابن الله، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يلد، وهم قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، وعيسى ثالث ثلاثة والآلهة ثلاثة، وربنا قال لهم قل هو الله أحد. يبقى غايظهم التوحيد يا جماعة، ده الغايظهم. فإنت ما هتقدر تنصر النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا حققت التوحيد. الحارب وقاتل وأوزي وطرد النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وهاجر إلى المدينة بسبب هذا التوحيد. فلا يمكن أنت عمل لك وسن قبة تعبد من دون الله وترفع عليه وريقة وريقة أو دلقان تكتفي إلا رسول الله وتكتفي الفانيلا، دي ما نصر. ما الرسول ما بنصره بفانيلا يا جماعة، ولا بنصره بعلم، ولا بنصره بمظاهرة، بنصره بتحقيق للتوحيد. وأنا بقول الكلام ده لأنه القضية دي بتجربها الآن الأخوان المسلمين، مظاهرات إلا رسول الله ورافعين أعلام، ده ما النصر، والله ده ما النصر. ولو بعث الرسول من قبره الليلة صلى الله عليه وسلم بقول لك ده ما النصر. النصر إنك تطبق عقيدته. اليهود والنصارى كرهوا الرسول، ليه كرهوا؟ في عقيدته، ما كرهوا في حاجة تانية يا جماعة. صلة الأرحام موجودة في التوراة والإنجيل حتى المحرفات دي، حق الجيران موجود في التوراة والإنجيل حتى المحرفات، الصدقة بر الوالدين موجود في التوراة والإنجيل الموجودة الليلة المحرفة دي ذاتها موجود فيها، والصحيحة زمان برضو موجود فيها كان. يبقى الخلاف ما هي في هذه المسائل، الخلاف في العقيدة يا ناس، إنه الله واحد ما عنده جنة، عزير ما ابنه، عيسى ما ابنه عليه الصلاة والسلام. الخلاف هنا بين الإسلام وبين هؤلاء الكفرة اللي بيسبوا رسول الإسلام، فده السبب اللي خلى هؤلاء الكفرة الفجرة يسبوا الرسول يا جماعة. يبقى أنا دار أنصر الرسول صلى الله عليه وسلم أعمل شنو؟ أطبق العقيدة الغايظة الكفار دي، أطبق التوحيد اللي خلى الكفار يسبوا رسول التوحيد. يا ناس فوقوا وأوعوا، الرسول ما بنصره بمظاهرة ولا بنصره بتورتة. يقول لك الصوفية بتاعين الهند عاملين تورتة كبيرة احتفالا قال بعيد ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، كبيرة جايبين صوفي جايب له سيف ومعاه عواليق قاعدين جنبه، وقال هاتيبات زيتويو، قال ده عيد ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول تنصره بتورتة يا مجنون؟ الرسول بنصره بتوحيد يا ناس وبعقيدة. شوف العقيدة ده لما رسخت في قلوب الصحابة، مصعب بن عمير رضي الله عنه صحابي من الصحابة الأجلاء، كان من أغنى فتيان وشباب مكة. لو جاب شارع عنده معطر، عنده عطر عجيب وغالي جدا، جاب شارع ولف خلى الشارع ده مش شارع تاني، عطره بيكون موجود في الشارع الأول، وهو فتى مكة المدلل كان
قبل الإسلام، لما العقيدة والتوحيد ركبت في قلبه خلى ده كله. أم الغنية اللي بتمد بالمال قالت لها ما باكل بموت جوع لو ما رجعت من دي محمد، قال لها يا أم كلي أو لا تأكلي، والله لو كانت لك 100 نفس تخرج نفسا نفسا على أن أترك دين محمد ما تركته، لأنه العقيدة ركبت في قلوبهم. أنتوا جايين تنصروا بتورته وجايين تنصروا بمظاهرات، ودي قال لك انظر شعب الدولة الفلانية خرجوا مظاهرات، ما بيهتفوا، والمظاهرات كلها ذاتها قلة أدب وأولاد وبنات لابسين بناطلين وصعلقة وشرب سجاير وربما يكون فيها بنجو ذاته، ويحبوا بعض ويرجعوا البيت. ده نصرة الرسول يا مسلمين، دي النصرة دار تنصر بها النبي عليه الصلاة والسلام، نصرة تكون بأنه تخلوا القبب دي والأولياء اللي بيعبدوا ديل والصالحين اللي بيعبدوا ديل والطرق الصوفية الموجودة دي، وتخلوا الأحزاب الموجودة دي كلها وكلكم تلتفوا حولين بعض كتاب وسنة، وتحقق التوحيد العاد من أجله الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أعمامه، حتى أعمامه نسبوا جهل وأبو لهب عادهم ليه وعادوا ليه، عادوا في العقيدة. وكل الرسل كان كده، إبراهيم عليه السلام قال في العقيدة كانت العداوة بينه وبين قومه وعشيرته وأرحامه، كان في العقيدة، قال لهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن الموضوع كان موضوع شنو؟ إيمان بالله وحده، موضوع كان موضوع توحيد، ودل من أجله بعاد. سبحان الله، اليهود والنصارى اللي قاعدين يسبوا في النبي عليه الصلاة والسلام ويرسموا الرسومات دي عارفين قضيتهم شنو، وكثير ملايين من المسلمين ما عارفين قضيتهم شنو، ولا عارفين انه ديل عادونا ليه، عادونا من اجل العقيدة بتاعتنا يا ناس. فانتوا يا مسلمين ارجعوا للعقيدة بتاعتكم الصحيحة، انه ما في رب يعبد ولا في اله يدعى ولا في ولي صالح يستغاث ولا يحلف به إلا الله. هنا هتنتصروا على اليهود والنصارى، هتنتصروا عليهم نصر حقيقي في جهاد حقيقي. والنبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال لا تقوم الساعة، اسمع الحديث ده فيه فوائد مهمة، حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله. يعني ما أي زول منتسب للإسلام المقصود إنه حينتصر على اليهود، لا 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 لا، قال يا مسلم وقال شنو؟ يا عبد الله. البنتصر ده المسلم العبد لله الموحد، ما العبد للشيوخ ولا العبد للأولياء ولا العبد للصالحين والشياطين اللي بيعبدوهم الصوفية، لا عبد لله. عشان كده بالحديث قال الناس اللي بينتصروا على اليهود قال له يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده اللي بتنتصروا له. ورسالة إلى شيوخ الإسلام ذاتهم، إذا دايرين الإسلام ينتصر والمسلمين تتحقق لهم القوة والعزة والمنعة، كلموا الناس في العقيدة وأنهوهم عن الشرك الواقعين فيه والناس الليلة. شرك عجيب في كل الدول إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والله أشياء والله تدمي القلوب، نساء جهلة يمشوا القباب والأضرحة، الواحدة ما عندها جنة ما ولدت تمشي للضريح أو للقبة، في معظم دول العالم، معظم دول المسلمين رجال يمشي يتبركوا ويشيلوا التراب من القبور، يعتقدوا انه التراب ده. يا اخي في السنغال او في نيجيريا جايبين قبل كم يوم الطريقة التجانية، الفيديو موجود، خاتين للناس شجرة زي الشجرة بتاعت التبلدي دي كبيرة، قالوا دي شجرة عظيم بتاعت احمد التجاني ولا ابراهيم الكولخي ما بعرفه، قالوا دي فيها بركة. والله ناس بالالاف، عشرات الالاف او مئات الالاف بيمشوا الشجرة دي، يركبوا لها طيارات وبصات وعربات عشان واحد يحوق ظهره في الشجرة. ديل ناس بينتسبوا للإسلام والمسلمين، كيف ينتصروا على اليهود ولا على فرنسا ولا على غيره؟ ما بينتصروا ناس زي ديل إطلاقا، ما بينتصروا.
والنسوان بيخشن جوا، البنات بيخش الشجره في عاملين فيها حفره، بيخشن جوا يشيلوا البركه. واحد يمسحها بس كده، يمسح محل المرض ويرجع، يعتقد ان الشجره بتشفيه. وربنا سبحانه وتعالى بين انه ده كله شرك، لانه ربنا اللي بيشفي، ما شجره بتاعت احمد التجاني. ربنا قال واذا مرضت فهو يشفين. ربنا اللي بيرزق مال الحجبات والحروز والتمائم اللي بيعلقوها الناس، لانه ربنا قال ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. والنبي عليه الصلاه والسلام يتكلم عن الحجبات دي، بتسمى بالشريعه بالتمائم، قال من علق تميمه فقد اشرك. فده نصرة النبي عليه الصلاة والسلام تكون كده. واطمئنوا، كونه فرنسا ولا غيره يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام، ده ما بأثر في النبي صلى الله عليه وسلم، بل يزيده رفعة ودرجات عند الله سبحانه وتعالى، ما بيأثر فيه. لكن اللي بيأثر فيكم انتم كمسلمين تفريطكم في دينكم وفي عقيدتكم وفي توحيدكم، ووقوعكم في الشرك وعبادة القبور والقباب والأضرحة والتمسح بالشيوخ الأولي والصالحين، ضل بضركم انتم. والخل الأعداء ينتصروا عليكم. التتار زمان لما خشوا الشام في المرة الأولى هزموا المسلمين وكتلوا المسلمين، حتى اغتصبوا النساء المسلمات، بل النساء المسلمات الحوامل بقروا بطون وطلعوا الجنيات من جوا بطون وكتلوا الجنيات وكتلوا الأمهات في مزبعة ما حصلت قبلها يمكن أبدا في تاريخ الإسلام. ليه؟ شيخ الإسلام قال لأنه الوقت ذاك الناس اللي بينتسبوا للإسلام كانوا بيعبدوا القبور والأضرحة، وكانوا والتتار بيكتلوا فيهم، يقولوا يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. يعني في حالة الشدة والتتار بيكتلوا فيهم، بدل ما يقولوا يا الله تنجدنا وتفزعنا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر يرفع يديه إلى أن رؤي بياض إبطيه ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم اللهم اللهم، يستغيث بالله يستغيث بالله. وذل في حالة الشدة يستغيث بقبر أبي عمر، وده الشيء والضلال الوقعوا فيه الصوفية المسلمين اليوم. صوفية ضلل المسلمين ووقعوهم للضلال ده. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يشارك أهل العلم هذه المرة. والناس اللي بيقولوا ابن تيمية حارب مع الصوفية ضد التتار ده كذب. ابن تيمية الآن ينفي وهدى، قال الصوفية اللي هو اتهزموا من التتار وكان بيقولوا لوزوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، أهل العلم ما خشوا، الموحدين ما خشوا، عشان كده المسلمين اتهزموا والتتار انتصروا في المرة الأولى. قال فلما دعوهم إلى التوحيد والاستغاثة بالله ودعاء الله وحده في المرة الثانية، ووحد المسلمون ربهم سبحانه وتعالى، دخل أهل العلم وشيخ الإسلام ذاته دخل معهم وشال سيف ودخل، فانتصر المسلمون على التتار وهزم التتار هزيمة لم يهزموها من قبل في تاريخهم أبدا، لأنهم وحدوا الله يا جماعة المسلمين. فانتبهوا للحتة دي، ما يضربوكم في رأس مالكم إن صح التعبير، وفي أساس دينكم، وفي أهم شيء في إسلامكم، في توحيدكم وعقيدتكم، ما يضربكم فيها. ده النصر الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نصر ما إنه تكون لابس طاقية كاتب فيها حبيبنا رسول الله، والله ده ما نصر، ده هو الساكت، وده شغل بتاع أخوان مسلمين وشغل بتاع مظاهرات ما جاء به الإسلام وما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. دي مسألة. المسألة الأخيرة، الأشياء دي كلها بتفيدنا، كون الكفار فرنسا وإيطاليا ويسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قبلهم الدنمارك وهولندا وغيرها، بتفيدنا حاجة، إنه شبابنا المسلمين ذاتهم يقول لك لا والله الدول الكفر دي أحسن دول، ودي الناس مطبقين الحرية، مطبقين العدالة، مطبقين ما بعرفه. ده بيفيدنا إنه الشعارات بتاع الدول الكفر دي كلها العدالة وشنو دي، دي كلها كذب، والناس زي الناس مجارمة وناس كفرة وفجرة، أعني دول الكفر هؤلاء جميعا، ما أسسني منها أي دولة من دول الكفر، كفرة وفجرة وأعداء للإسلام الحقيقي. عشان كده ربنا قال الكلام ده في القرآن زمان، لكن هل من متعظ وهل من معتبر؟ ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما بيرضوا عنك انت كزول موحد لحد ما تتابعهم تبقى زيهم. عشان كده ربنا قال ودوا لو تكفرون كما كفروا
فتكونون سواء. ده هم الدايرين، لكن ما حيرضوا عن توحيدك وإيمانك الصحيح. والنازل مهما الظاهروا بالعدالة والظاهروا بأنهم ناس طيبين، الكفر والفجر ديل أجرم خلق الله سبحانه وتعالى. يا أخي ناس قالوا الله عنده ولد، الله عنده جنة، يكونوا ناس صادقين كيف؟ ولا يكونوا ناس عادلين كيف؟ ديل أظلم الناس، ربنا الخلقهم دايرين يظلموا وما بيقدروا يقولوا الله عنده جنة. شكد النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا. فأي زول يقول الله عنده ولد ده شتم الله ذاته. فأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد. فانتبهوا يا شباب، وجارين يقول لك اللوتري ومشروع الهجرة إلى أمريكا. هجرة كيف؟ هي الهجرة ترك بلاد الكفر فرارا بالدين والذهاب إلى بلاد الإسلام. هلا بقى الذهاب من بلد المسلمين إلى بلاد الكفار بقى يسموه هجرة. بالله ده ما انتكاس في الفطر وقلب وعكس في العقول. فشبابنا ذاتهم دايرين توعية، يقول لك جاني اللوتري تلقى فرحان يمشي هناك يزلوا زلة أعظم من الكلاب، لأن الكلاب عندهم محترمة لكن المسلم عندهم ما محترم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.